على قضيه الخسائر، هو من هرس الدين راه خسائر، من هرس الدين يدير تسدو كاع الروبينيات. اش غادي نقول لك؟ وليتي تاكل من راس المال، تاكل من راس المال اي حاجه تديرها، الا عندك شي حاجه مخبيها تتخرجها. هذا هو اللي سميتو. اذن باش غادي نقول لك راه تتكون شي حاجه اخرى؟ ما كاينش، ما كاينش. الحكومه راها شايفه هذا الشيء، راها شايفه هذا الشيء. اما باش غادي نطرق لهم انايا الباب افلان هذه، انا راه ماشي بوحدي في المغرب، راه كاين مئات، كاين الاف، كاين هذه. دونك الحكومه عندها سياستها وراح تشوف داك الشيء، وهما اللي خصهم يطرقوا الباب ديالنا حنا. علاش؟ لان حنا ملي تما تقول شركه كبيره تتخدم 2000 3000، لا حنايا انا تنخدم 20، هذاك تيخدم 30، هذاك تيخدم، ودير الكالكول وحسب شحال من واحد خدام. دابا هاد كما قلت لك، هو ملي تينزل واحد الوباء، هو كانوا الخدامه اللي قرابين مشاو لديورهم. كاين الناس اللي عندي بعادين، جاي من غفساي، جاي من سميتو، واحد خمسه، واحد راه من السنغال، الا طلقتيهم مشاو للزنقه، مسكنهم عندي، واكلين شاربين، تيفوت تيفرج سيدي ربي، فهمتيني. خصنا داك المسافه بين الطابله والطابله، خصنا داكشي ديال الهيجيان يكون الانسان اللي مسح يديه، خصنا، علاش؟ لان خصنا نتعاونوا باش نخرجوا من هذه الكارثه، خصنا نتعاونوا. الى مثلا قالوا لي حل ونطو حليت وخليت داكشي اللي سميتو، راني انا راني ماشي مواطن، انا ماشي مواطن وما بغيتش نتعاون، تنشوف غير مصلحتي، ولهذا خصني نشوف مصلحه الجميع. تنتسنى اي قرار يخرج، خصني نتبعو بحذافيره. علاش؟ لان هادشي تانا عندي وليدات، تانا عندي عائله، تانا سميتو تنبغي لهم الخير. اذن هادوك الناس اللي غادي يجيو عندي راهم عندهم وليدات، عندهم عائلات، سميتو خصني نبغي لهم الخير، ولهذا خصني نحافظ عليهم على حساب داكشي اللي غادي يقرروا كي غادي الطريقه باش غادي نخدموا. الحمد لله لي سباس راه شفتيه كبير، ماشي كاين شي زحام ولا هادي، ولهذا نتعاونوا على هاد الكارثه تنخرجوا منها بخير. هوية بريس، نحو إعلام هادف.